السلام عليكم، مرحبا بكم في درس التعداد. حصة اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الترتيبات بدون تكرار. اذا نبدا بالخاصية ثم ننتقل الى امثلة تطبيقية. ليكن بي و ان عنصرين من ان اطوال، عدد الترتيبات بدون تكرار لبي عنصر من بين ان هو ا بي من ان. اذا غادي نحاولوا ندوزو للمثال التطبيقي ومن بعد نرجعو للخاصية. إذا نعتبر صندوقا يحتوي على 4 كرات حمراء و 3 كرات صفراء، نسحب بالتتابع وبدون إحلال كرتين من الصندوق. إذا عندنا واحد الصندوق فيه 7 كرات. إذا طريقة السحب، نسحب بالتتابع، يعني نسحب الكرة الأولى ثم الكرة الثانية، يعني هنا بدون ارجاع الكره المسحوبه الى الكيس، يعني داكشي اللي سحبناه ما ترجعوش للكيس. اذا عندنا اختيارين، يعني سحبتين اي اختيارين. اذا في الاختيار الاول احنا عندنا 7 الكرات، نسحب كره من بين 7. اذا عدد الامكانيات اللي عندي هي 7. الكره اللي سحبتها ما كنرجعهاش للكيس او للصندوق. اذا الاختيار الثاني غيبقى لي غير 7، غير 6 ديال الكرات. اذا نسحب كره من بين 6 كرات، اذا عندنا 6 ديال الامكانيات. اذا عدد النتائج الممكنه هو 7 في 6. في حاله الا كان عندنا مثلا اذا سحبنا 3 كرات، فغيكون عندنا 7 6، وفي السحبه الثالثه غيكون بقى لي غير 5 ديال الكرات، يعني 5. اذا هذا اللي كنسميه ترتيبه بدون تكرار لهنا لعنصرين من بين 7 وهنا لثلاث عناصر من بين 7. اذا بشكل عام الخاصيه كتقول لنا عدد الترتيبات بدون تكرار لبي عنصر من بين ان هو ا بي ان. اذا هاد ا بي ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان في ان ناقص 1 في ان ناقص 2 حتى ان ناقص بي زائد 1. اذا بشكل عام كما كتشوفوا هنا ف ا 2 من 7 يعني كيكون عندنا 2 اعداد، ا 3 من 7 يعني كندير 7 في 6 في 5. مثلا ا 5 من 10 يعني غيكون عندنا 10 الاعداد، الجداء ديال 10 الاعداد، يعني 10 في 9 في 8 في 7، إذا هنا في 5 أو في 6. عندنا واحد الحالة خاصة. شنو هي الحالة الخاصة؟ إذا الحالة الخاصة هي اللي كتسمى بالتبديلة، يعني كل ترتيبة بدون تكرار لإن عنصر من بين إن عنصر تسمى كذلك تبديلة لإن عنصر وعددها. يعني مي كنسحبو الكرات كاملين، بحال دابا في هاد الكيس عندنا 7 كرات، إذا قمنا بسحب 7 كرات، إذا إلا قمنا بسحب 7 كرات فعدد النتائج الممكنة غيكون عندنا 7 ديال الاختيارات. إذا الاختيار الأول غيكون عندنا فيه 7 ديال الإمكانيات، والاختيار الثاني دونك سحبنا وحدة مرجعناش، إذا بقالنا غير 6. الاختيار الثالث غيكون عندنا 5. الاختيار الرابع إذا 4. الاختيار الخامس 3، والاختيار السادس 2، وفي اخر اختيار غيكون بقى لي غير كره، لان الكره اللي سحبتها ما كنرجعهاش، وبالتالي عدد النتائج الممكنه هي 7 في 6 في 5 حتى الواحد، يعني ا 7 من 7. اذا هذه الحاله الخاصه هي اللي كتسمى تبديله. هذه كيمكن لي نكتبها على شكل ان فاكتوريال، يعني ان عاملي، هذه كتسمى ان عاملي. ان عاملي مثلا عندنا 3 عاملي راه هي 3 في 2 في 1، 5 عاملي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. الحاله الخاصه ديال العاملي الصفر عاملي اصطلاحا تساوي العدد 1، وكذلك 1 عاملي تساوي 1.